في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم ترويج العملات الافتراضية والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي من عنصرين بالجيزة تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية والأجهزة المستخدمة في تخليقها، ونجحت الإدارة في ضبط المعدات وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تخليق وتعدين العملات الافتراضية، وبلغت القيمة المالية لنشاطهم الإجرامي 100,000 دولار أمريكي. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة من ضبط 4 تشكيلات عصابية بقنا والغربية والشرقية والجيزة، قاموا بالاستيلاء على 53.5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجالات التجارة والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهم امتنعوا عن سدادها كما رفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الإدارة من ضبط 6 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بالجيزة وقنا وجنوب سيناء وأسيوط والبحيرة والدقهلية والغربية بإجمالي مبالغ مالية بلغت 22,600,000 جنيه. واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط 1 الأشخاص لقيامه بانتحال صفة وادعاء عمله بالخارج والنصب على المواطنين من خلال قيامه بإنشاء موقع إلكتروني يقوم من خلاله بزعم التسويق لبعض المنتجات ويتلقى ثمنها من ضحاياه، كما يدعي مرضه وأنه يحتاج إلى مساعدات إنسانية ويتلقى تبرعات، وتبين أن حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي بلغ 6 مليون جنيه. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي عناصره يحملون جنسية 1 الدول لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموالهم بإهامهم بحيازتهم لأموال ويرغبون في إرسالها إلى داخل البلاد بقصد استثمارها، وحين يقوم المجن عليهم بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الاحتيالي عقب إهامهم بحصولهم على نسبة مالية، يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن، بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقي تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابي. وفي إطار مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وقام باختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت 1,150,000 جنيه، والتي تمثل قيمة الشهادات الصحية المستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله، وكذلك قيامه بالتلاعب في إيصالات وقسائم التوريد عهدته والاستيلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية مما أضر بالمال العام.